إذا نبدأ بموضوعنا الرئيسي اللي باش نذكروا فيه الأسباب اللي دفعت وتدفع في العصابة الحاكمة إلى توسيع رقعة النزاع والخلاف مع المغرب إلى المجال الرياضي. ملي كانوا يقولوا احنا ما عندناش مشكل مع المغرب على الصحراء، لا خاطينا مشكل الصحراء يهم البوليزاريو. الله يبارك. وعلاش هذا غلق المجال الجوي؟ وقال احنا ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي، وعلاش غلق الطريق في وجه الشعب المغربي؟ وعلاش لما يجيوك لاعبين شعب مغربي، هذا شعب، هذو اللاعبين هذوما سواء تاع الفريق الوطني المحليين اللي ما خليتوهمش يشاركوا في منافسات كاس افريقيا بطولة افريقيا المحليين، شعب مغربي ما خدش يدخلوا، قال ما تجيش في طيارة مغربية، فيها المغربية فيها الشعب المغربي، ما ركبش فيها الملك ولا الوزارة ولا، بالعكس لما جا بوريطة يشارك في القمة العربية أدخل بطائرة مغربية، ما قلتلوش لا. لما جاء الوفد تاع ملك المغرب باش يحضر لزيارة الملك، ولأن الملك كان مستعد باش يزور، جا في طائرة مغربية. ومن بعد زيارة الغات لأنه ما كانش تجاوب من طرف السلطات الجزائرية باش ينسقوا مع الوفد المغربي لقدوم ملك المغرب الجزائر في الوقت اللي كل دول الخليج قاطعوا القمة العربية. ملك المغرب وجه لهم رسالة، قال شاركوا وهو حبيت يشارك، ولكن هذا هو تصرف العراية، ما يعرفش يتصرف مع الأشراف بالمستوى تاعهم، يبقى النذل يبقى ديما النذل. هذا هو، لأنه نقول ونعاود أن العصابة الحاكمة في الجزائر لا تمثل الجزائريين على الإطلاق، ولا تمثل القيم الجزائرية. الجزائري مضياف، الجزائري ما هوش عدواني، الجزائري خلوق، الجزائري طبيعي. على كل حال هذه الصفات نفس الصفات توجدها في الجزائري توجدها في المغربي توجدها في التونسي، ما عندناش النفاق، ما عندناش الآخر، كل شيء ديرات ونحبوا بعضنا. الشيء اللي جميل هو اننا نحبوا بعضنا، الجزائريين تونس مغاربه نحبوا بعضنا، وهذو اللي جايين يحبوا يزرعوا الكراهيه ويزرعوا الفتنه لا يمثلون الجزائريين، هم قبل كل شيء اعداء الجزائر والشعب الجزائري، هم من يدمرون الجزائر، يدمرون البلاد والعباد، هم من يسرقون الشعب الجزائري، ينهبون ثروات الجزائر، يعتقلون خيرة أبناء الجزائر، يقمعون الشعب الجزائري. إذن هم أعداء الجزائر قبل ما يكونوا أعداء المغرب أو أعداء تونس أو أعداء مالي أو النيجر أو غيرهم، هم أعداء الشعب الجزائري لأنهم سلطوا أنفسهم بالقمع على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما انتخبهمش، ما طلبش منهم يحكموا، ما طلبش منهم يسير البلاد، ما طلب منهم والو، بالعكس قال لهم تروحوا كاع، تروحوا كاع. لما خرج عامين وهو في الشعب الجزائري في الشارع قال لهم تروحوا كاع. هذو كانوا خدامين حزام عند العصابه تاع بوتفليقه، يتكلم عليها عصابة، ولكن عصابة بوتفليقة عصابة تاع مافيا، تاع مافيا، والمافيا عندها ان كود دونور، تعرف كيفاش تمشي. بينما هادو ماهمش مافيا، هادو عصابة تاع عراية، الفايو، والفايو ما عنده لا قيم، لا أخلاق، لا يعرف يهدر، لا يعرف، لا، الفايو لازم تضربو باش يعرف نضربو، أضربو يعرف نضربو، هذا واش يحوس، مادام ما ضربتوش يبقى كل علقة يستفز ويبتز
دير هذه خدمه الله. وهذه هي السلوكات اللي راهي تصدر عن هذه العصابه الحاكمه في الجزائر. إذن هذه العصابه اللي تقول هذا ما عنديش مشكل مع المغرب مع الصحراء، لا الصحراء مشكل بين المغرب، هذا مشكل بين المغرب والبوليزاريو. تو علاش داير لي صوق على جال مايو؟ تكلمت عليه بكري، قمصه ما تكلمتش عليه بكري، تكلمت عليه اليوم برك. كيفاش هذا من جهه؟ يزيد يقول لك ما خلطوش السبور بالرياضه بالبوليتيك، خلطوش السبور بالبوليتيك. انت لما تحجز اقمصه تاع فريق تحكمه في المطار تخليه يدخل، هذا ما تدخل في الشأن الرياضي، هذا موقف سياسي دخل في الشأن الرياضي. ولي تقولوا لا، مش تقولوا لا، هذا هو. شكون يخذ القرار؟ هو علاش يتقى؟ لأنه كاين الخريطة تاعنا. ايه واش دخلها في السبور الخريطة؟ إذا كاين موقف سياسي، ما خلاش القمصان يدخل يعبر الحدود بأمر سياسي. السلطات السياسية اللي تاخذ القرار، ماشي فريق اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة على بالها مش خلاص من المشكل، كباقي الفرق اللي لعبوا ضد الفرق المغربية اللي كانت حاملة شعار تاع الخريطة الجغرافية عليها العالم المغربي، مثل ما حدث لفريق كرة القدم في السويد لما تقابل مع المغرب، مثل ما حدث الفريق مجمع الرياضي البترولي في ملعب رادس في كرة السلة، ملعب مع فريق الحسيمة، شامل تطرح المشكل أول مرة. ولكن ظهرت بابي المشكل ماشي غير على جال القميص هذا في الخريطة، لا، لما شوفوا مدير رئيس الفيدرالية الجمباز يراسل رئيس الفيدرالية المغربية الجمباز يقول له ماناش قادرين نجو نلغيو مشاركتنا لأن وزارة الشباب والرياضة ما سمحتش بذلك. وزارة هيئة سياسية مثل الحكومة، ما تسمحش الفريق الوطني الجمباز باش يشارك في البطولة الإفريقية اللي هي تأهل للألعاب الأولمبية. إذن هنا تدخل سافر من السياسة، هذا تدخل السياسة. تقول ليش ما هوش تدخل تاع السياسة؟ لما فريق ما أقل من 17 سنة لكرة اليد اللي يشارك في المغرب في البطولة العربية لعب ماتش ضد العربية السعودية ومن قال بطلنا ننسحب. وعلاش تنسحب وتفسد للآخر؟ وعلاش ما طلبتش الطاس لي؟ وعلاش ما رفعتش طلب الاتحاد العربي لكرة اليد وطالبت انه الفريق المغربي ما يلعبش بالقميص في الخريطه؟ قال نسحبوا. لا ما تنسحبش، ما تكلاش، ولا انت صاحب حق، اطلب من الكونفدراليه العربيه لكره اليد قال احنا ما نلعبوش مع الفريق المغربي، لازم يبدل القمصان تاعو. وكي يرفض لك الاتحاد هذا تاع كرة اليد امشي للطاس كما درت مع اليوسما وبركان، نفس الشيء. وعلاش ما تسلكش نفس السلوك؟ روح للطاس تروح كله وقول جيم جيمناستيك. وعلاش انا الجمباز وعلاش ما تشاركش؟ على خطر في المغرب. نقول لك انكور اكثر من هكذا، ان العقوبات اللي راح تتسلط على
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والعصابة تنتظر فيها وباغيتها انها تسعى الى عدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس افريقيا لسنة 2025، حتى وان كانت نهاية العهدة تاعهم تاع تبون وجماعته نهاية 24 سبتمبر 24، ولكن هما على بالهم بلي رايحين يزيدوا يبقاو، لانهم راح يزوروا الانتخابات، رايحين يزيدوا يغتصبوا ارادة الشعب الجزائري، راح يزيدوا يفرضوا روحهم، وبالتالي يحضروا روحهم 2025. يلزم ما يكون ما يشاركش الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم في كأس افريقيا حتى لا يتنقل مناصري المنتخب الجزائري الى المغرب، ماشي من الجزائر، من فرنسا ومن بلجيكا ومن المانيا ومن امريكا، الجزائريين راح يروحوا للمغرب وراح يكتشفوا المغرب، وهذا اللي يلزم ما يتشافش، هذا اللي يلزم الزمن. دونك المنتخب الجزائري ما يلزموش يشارك في كاس افريقيا للامم لسنة 2025، وهذا احد اسباب توسيع رقعة النزاع مع المغرب. هذه الاولى. دونك نحاولوا نجيبوا عقوبات من لاكاف تسلط على الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم اللي تمنعنا من المشاركة في منافسات افريقية، وبالتالي ما نلعبوش كأس افريقيا للأمم. اللي همنا ماشي المنتخب الجزائري، ماشي الشعب الجزائري، ما يهمش العصابة، ما يهم العصابة هو انها هي تبقى مسيطرة على الأوضاع. وهذه يعني المشاركة تاع الجزائر تكون، وبالتالي قال مش احنا ما حبناش نمشيو، لا عاقبتنا لاكاف، والكاف على بالكم فيها نقشة وفيها ناس اللي ضدنا وكومبلو صهيوني ومخزاني وفرنسي وحكي واش بغيت، ولكن احنا اللي رحنا شغل هذاك الجوار اللي ماش باغي يلعب يروح يكاسي ولا يضرب يعطيه كارتون روج يزيد يضربه في سبونسيون تاع عام الى عامين، هذا اللي شي حبس، هكذا راهم يديروا تصرف تاع عرايا تاع فايوات. ولكن اكثر من هكا احنا مش الناس تعرف السبب الرئيسي اللي يدفع العصابه باش توسع هذه الرقعه هذه، انها تحب تستغل الرياضه وخاصه كره القدم. وعلاش؟ يقول لك باش نجندوا بها الشعب، خاصنا الشباب ضد المغرب وضد العدو الخارجي، وغدوه كاش ما يحبوا يفسدونا شينا نخيطوا فيه ونجدوا فيه الانتخابات، تمتلني بحكايه المغرب، وهاو نبقاو مغليين سمعت مسخنين القدره ونغليو فيها الى غايه الانتخابات. لانه علاش؟ نهار 10 ماي القادم و17 ماي يعني ايامات قبل استدعاء الهيئة الناخبة رايحين نلعبوا عندنا ماتش بين بنات صغار اقل من 17 سنة في كرة القدم بين الجزائر والمغرب، نهار 10 ماي يلعبوا في بركان، نهار 17 ماي في الجزائر. دونك نبداو نوجدوا. ثاني ما يلزمش الشعب الجزائري يكتشف حفاوة الاستقبال للجزائريين من طرف المغاربة والفرق الجزائرية، ما يلزمش الجزائريين يكتشفوا هذا. ما حدث في بركان الاتحاد العاصمة يعني كانت عبارة عن شو نسميها يعني خزية، خزاوهم المغاربة، خزاو العصابة الحاكمة. قال شوف ما خليتوش لي جوار تاعنا يخرج 15 ساعة في المطار،
ولا واحد وحصه تدريبيه داخل المطار، جاء واحد من الامن حابس فيهم يطرد فيهم، حاكمينهم الاقمصه تاعهم، يعني داروا فيهم التير، داروا فيهم العجب. عكس هذا ما حصل في المغرب، الاتحاد العاصمه، وان الشعب خرج يرحب بفريق الاتحاد العاصمه، وصحافه بودورو اللي ما كانوش حاضرين يكتبوا يقول لك لا راهم ما استقبلوهمش مليح وراهم يردوا في شعارات سياسيه. انا نشرت صور تاع ميدي ان لقناه مغربيه تلفزيونيه، جوزة صور والناس ترحب باتحاد العاصمة وعطاوا الكلمة للمواطن المغاربة كلهم يرحبوا بفريق اتحاد العاصمة، شيء اللي ما حصلش في الجزائر، أن صحافة بودورو ما حبش تعطي الكلمة للشعب الجزائري وما حبش يعني يخلوا الشعب الجزائري يجي يحضر إلى استقبال الأنصار اتحاد العاصمة باش يحضروا لاستقبال منتخب فريق اتحاد فريق بركان. شوف، لانه الهدف من هذا كله تاع الاصابه هو تأجيج الشباب الجزائري تاع كره القدم، لانه يعرفوا مليح بلي الحراك خرج من ملاعب كره القدم، ما خرج من محلات الانديه ولا محلات الاحزاب السياسيه المعارضه بين طفرين، لا، خرج من الصدار. شعارات كلها كانت ترد في الصدر، وقبل الحراك ملاعب الجزائر كلها كانت تردد شعارات سياسية ضد النظام القائم، كل ملاعب الجزائر. إذن تخوفهم من الجماهير الرياضية خليهم يستفزوا المغرب لأنه حاطين هو العدو الرئيسي، وقال نشحنوا هذا الشباب الرياضي. ولكن راهم غالطين، أقسم بالله العلي العظيم أنه أنصار اتحاد العاصمة اللي تلاقيتهم في بركان ولا واحد انساق في هذه السياسة هذه تاع العصابة، ولا لا بالعكس يقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. هذا وش حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ناس جايين من فرنسا، جايين من المغرب، جايين من اسبانيا، جايين يشوفوا له يسمع. كانوا ثلاث علامات كبار وريتهم انا في اللايف، يعني يسمع. انا كنت على بالي راني وحدي اللي جاي سيبورتي لي يسمع، حتى نشوف مليان الدرابوات وجماعة يدور ولا واحد قالهم كلمة ماشي مليحة ولا واحد سبهم، بعكس ما حدث في ملعب 5 جويلية وين جابوا البوليسية والعسكر من لبسينهم سيفيل ويطيعوا في الكلام اللي ما همش متعودين عليه. أنصار اتحاد العاصمة وأنصار اتحاد العاصمة ما عندهمش العلامات تاع البوليزاري، هذا رسمي. هنا كشف رواحهم باللي راه هذوما مبعوثين تاع عصابه. وزيد لما نشوف انايا وانا نفرح كي نشوفهم يكثروا الذباب الالكتروني يجوا يكثروا بالسبان وكذا، يعني بلي راني نوجع فيهم وانا نحب نوجعهم. إيه انا نحب نوجعهم. انا نتلذذ كي نوجعهم، جو سوي ان ساديك معاهم، انا معاهم نولي سادي، نولي سادي مع العصابه قد ما نوجعهم قد ما نتلذذ. اطلبوا الذباب تاعكم قد ما يطلبوا الذباب قد ما نعرف بلي راني نرجع فيهم ونزيدهم. هذا هو اذا توسيع الخلاف الى الرياضه ماهوش اعتباطي، لانه ماشي غير على المقابله، هي بدات ديجا من قبل مفشان، بدات في فيفري 23 لما جاوا بداد دار البيضاء يلعب مع جيسكا ما خلاهمش يطلعوا درابو تاع المغرب. شو خي ما عندهمش عقده في ملعب بركان تطلع درابو تاع الجزائر، جيسكا كيلعبوا مع الوداد تطلع درابو تاع الجزائر، ما كانش مشكل. في الجزائر قال لا ما يطلعش، ولو الكاف قال من العالم الجزائري الثاني ما يطلعش، وكي عاد ولاد حرام
قال وين ما يطلعش علم الجزائري، هبطوا العلم الجزائري لان كان طلع هبطوه. وين هبطوه؟ في ملعب يحمل اسم 5 جويليا 62، يعني تاريخ استقلال الجزائر. والملعب هذا موجود في مركب اسمه محمد بوضياف، احد قادة ثورة التحرير. كل هذا ما احترموهمش، ما احترموه لا احد قيادي اللي يعني كان وراء استقلال الجزائر ولا تاريخ استقلال الجزائر. شوف كي قلت معي صبت ولد حرام ما عندهم حتى على قلب الوطنية ولا بالجزائر ولا بغيرها. انزين زادوا بعد مع حكاية نهضة بركان والياسمة ولحقوها الجنباز، لحقوها الكرة اليد في المغرب للبطولة العربية، وراح زيدوا لحقوها البطولة الإفريقية تاع البلاد. والبطولة الإفريقية هذه داخلة في إطار تصفيات، يعني تحسب لتصفيات كأس العالم. يفضلوا ما يروحوش لكأس العالم وما يقدروا، لكن لأنه حياة العصابة هذه مرتبط بالشيء اللي راهم يديروا فيه ضد المغرب، لأن محتاجين العدو، محتاجين العدو، والعدو ما يسيبوش ما خير من العدو المغربي، لأنه فايتهم في كلش. يعني احنا رانا نشوفوا، وعلاش ما يحبش الجزائريين يجيو؟ خلوا الجزائريين يروحوا للمغرب يشوفوا الفقر ويشوفوا كيفاش الطرق مكسرين وكيفاش المدن موسخة، يخلوهم يروحوا لكن يشوفوا، ولا تخافوهم يشوفوا الطرق ملاح ويشوفوا الفلوتوروت. كما قال لي واحد، قال لي احسب شحال كاين من ستاسيون سيرفيس بين الناظور وبركان على 8 كيلومتر. الجزائر بلد بترولي ما فيش عدد المحطات تاع البنزين وتاع الراحه كما كاين في المغرب. باش تقلع من الجزائر باش تمشي لقسنطينه عندك هذيك تاع بابور برك اللي فيها ليسونس وحده. ما تكلموش على بيت الراحه وعلى كذا وعلى ما تكلموش. لا خليهم الجزائر يروحوا يكتشفوا المغرب، يخافوا من هذا. انا نقول لك خليهم، مانيش نقول لك راهي مليحه المغرب، نقول لك خليهم يروحوا ما يكتشفوا، واحد يشوف بعينيه. هذا ما كان، خليه يروح يشوفوا بركان كاش دايره، مدينه صغيره بصح ما تشوفها تدهش تدهش. خلي شعب الجزائر يروحوا، لا يخافوا هما. كل ما يهمهم انه الجزائريين ما يمشوش المغرب، ما يكتشفوش المغرب، ما يشوفوهاش كاش دايره، وزيد يحبوا باش في حاله ما يفشلوا في تزويرهم للانتخابات، وهذه في حاله وين ما يكون يعني المعارضه الحقيقيه اللي راهي الان ساكته وراهي مقموعه وده تخرج بمرشح يجمعوا عليه ويهزوا الملايين اللي خرجوا من الحراك، راح يفسدوا لهم التصوير. اللي هي دورها حرب، لابد من حرب مع المغرب. واو العدو المغربي، واو ما بقاش العدو في التيرا، واو جاي بدا القمصان والسياده، سياده الجزائر في قميص تاع فوتبال تحشموش، سياده الجزائر في قميص تاع نهضة بركان تحشموش. إذا تكلموا على السيادة تندوف، اسكو يقدروا يدخلوها الجزائريين؟ اسكو الجزائريين يقدروا يدخلوا لتندوف ويمشيوا لهذيك الشيء اللي مدين البوليزاريو؟ نوع سيادة لما البوليزاريو يجيهم واحد من برا يروحوا يستقبلوه وكأنهم راهم في بلادهم في المطار بدون حضور السلطات الجزائرية. هاي السيادة الوطنية وين ضربت؟ ضربت في تندوف. السيادة الوطنية اللي جاب لي ناس حاطين لي دبابات وحاطين لي صواريخ وأسلحة
وسكنات فوق أرضي، فوق أرضي، فوق أرضي. هذيك مسيت لي بالسيادة تاع بلادي. ممنوع أي أجنبي باش يحط لي أسلحة ودبابات وجيش ولا ناقل فوق فوق الأرض ديالي أنا. جي لاجي أوكي، لاجي وي، جيبش سلاح ودبابات ومدفعيات، لا لا لا، وجيش وإدارة ووزارة، قال وزارة الداخلية وهذه وزارة الخارجية، لا، دير تلعبش في بلادي. تقولي مناطق محررة، تندفلة منطقة محررة ليك؟ هاي السيادة، السيادة الجزائر ماهيش في قميص تاع فريق يحط الخريطة اللي بغى، مش دخلني فيه، ما يهمنيش، ما يهمنيش. ما جاش حط لي منطقة تاع تندوف لحق عليه، ابا غدوة لو كان يحب المغرب يدورها لك غربة، يشن لك حرب على البوليزاريو، يدي لك تندوف، يدير تندوف يهجم عليها ومن بعد، ما كنتمش قادرين ندور حرب مع المغرب. إي نعم، الجزائر ماهيش قادرة تدير حرب مع المغرب لأنه القيادة العسكرية لا تثق في الجيش الجزائري، والجيش الجزائري غير مستعد على الدفاع على مصالح عصابة تاع مجرمين قزمت الجيش، قزمت الجزائر، أهانت الجيش، جعلت من ضباط الجيش شغل جنود كلهم خايفين، ناس جيش كامل ساكنوا الرعب، جيش كامل ساكنوا الرعب. أنا في اتصال مستمر مع ضباط سامون، مع ضباط، لا، الناس كلها ترتعد وخايفة. أنا لما نشوف الجزائريين مناصرين تاع فرق رياضية ملثمين خايفين يتشافوا، خايفين شو واحد يصورهم، خايفين، ايه ايه خايفين، ملثمين. كان معايا صاحبي ولد الحموتي اللي راجل اللي اعطاه كل ما يكسب الجزائر ثورة التحرير، قال لي وعلاش؟ يخافوا يتصوروا، يصوروهم، يخافوا يبانوا، الناس تخاف، حتى في الخارج الناس خايفين، يبعثوا في العنادة حتى في فرنسا يضربوا فيهم. هذيك إذن السبب الحقيقي، والأسباب الحقيقية تاع توسيع رقعة الصراع أو النزاع الجزائري المغربي أو بين العصابة الحاكمة والمغرب، شعب وحكومة وقصر وملك وكلش، حرب ضد الجميع، لا عصابة لا، حرب ضد الجميع، وتحب تدي معها الشعب الجزائري في في, في الغلاط ديالها، والشعب الجزائري ما يمشيش، يبقوا الأبواق تاعهم ما عندهم حتى تأثير على الشعب الجزائري. ودرك تكلموا على أحد الأبواق اللي كان واحد في النزيعات والآخر يدافع عليه بطريقة غير مباشرة، شوفوا هذه بعد أجيال.